4000 إصابة خلال 24 ساعة فقط، وأزيد من 10000 على مدى 72 ساعة. هكذا يجتاح فيروس كورونا تونس. إجراءات الحكومة عجزت عن التقليل من العدوى، حتى الحجر الصحي الشامل المقرر لأربعة أيام منذ الخميس فلا فائدة علمية منه حسب المختصين. أربع أيام غير كافي، لأن تعرف فترة الحضانة متاع الفيروس هذا على الأقل هي خمسة أيام، فأربع أيام لن تكفي معناها ولا تفي بالغرض. هو فما كلام الآن معناها يمكن إلى تمديد هذه فترة الحجر الصحي الشامل إلى أكثر من أربع أيام، إحنا اليوم في اليوم الثالث يمكن تمتد إلى أكثر من هذا. هذا علميا، أما عن استجابة الشارع لإجراءات الحكومة فتبدو ضعيفة. أحد أسواق مدينة أريان ضواحي العاصمة لا شيء يدل هنا على تطبيق إجراءات الوقاية. أكثر التونسيين في حل من القيود رغم ما تبديه السلطات من بعض الصرامة. تطبيق الإجراءات الحجر الصحي الصارم وعن إجبارية ارتداء الكمامات، وعن بريسك يوميا نعمل في 10 محاضر، وصدنا البارح ثم قهوة معناها ماهيش طبق في إجراءات الحجر الصحي، بالعكس قاعدين يفرقوا في الشيشة وقاعدين منتصب، حجزنا له الشيشة الكل، حجزنا له الكراسي كلها وسكرناه على الفور. هذه بخلاف ثم مقهى آخر في المنطقة هي في الحواز نتاعها، ومنعنا انتصاب الفوضوي بمحيط السوق. أعلنت وزارة الصحة أن حجرا صحيا موجها سيتبع الحجر الصحي الشامل الذي ينتهي الأحد، في وقت تجاوز فيه عدد الوفيات 5500 وتخطت حصيلة المصابين 175 ألفا. تونس بحسب منظمة الصحة العالمية أكثر بلدان المنطقة تأثرا بكورونا بالنظر إلى عدد السكان. حجر شامل بلا فوائد صحية، هكذا ترى أغلب التحليلات العلمية. أما استجابة الشارع فحدث ولا حرج. فتح الفالح ميديا، تونس.